هيا حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد قرب، حبيت بقى اعمل معاكم كده وصفتين في فيديو واحد، سهلين جدا وطعمهم مش قادرة اقول لكم تحفة وناجحين جدا. عملت بسكوت النشادر، انا بحبه اكتر وبحس ان هو ده بسكوت العيد، مش اللي بالزبدة والبرتقال والحاجات دي. بحس ان بسكوت النشادر هو بسكوت العيد، وكمان بتي فور وسابليه، بصوا يجنن. عايزة اوريكم، بصوا البسكوت يعني تحفة، واخد لون حلو جدا، بيقرمش جدا، ويعني كريسبي وتحفة تحفة تحفة. لو جربتوه بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه بجد. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ الفيديو. إيه، هبدأ اعمل البيتي فور. انا جايبة هنا خلطة جاهزة، كل المطلوب بس زبدة وبيض. فهبدأ اضرب الاول الزبدة، هي 650 جرام. اللي ما عندوش عجان ممكن بمضرب بيض عادي. بعد ما الزبدة اتضربت كده كويس، هبدأ انزل بقى البيض عندي، وانا حاطة على البيض فانيليا كمان. علشان ريحة الزفارة كده اتأكد ان هي مش موجودة يعني. بس هبدأ انزل كده اللي في الجناب ده. هبدأ بقى اشغلها واحط الدقيق كده واحدة واحدة. شايفين كده انا عملت بقى صاج كله بالشكل بتاع البيتي فور، اللي هو بالقمع يعني مش بالمسدس. حاسه المسدس كان مش راضي يظبط معايا قوي، والعجينه كانت طريه شويه، فانا زودت برضو دقيق عادي على المقدار اللي هم كانوا كاتبينه يعني. هبدا بقى اخبزها واوريكم كده. طبعا هحطه على حراره 170 180 على حسب الفرن، وهوريكم بقى شكله ان شاء الله لما يطلع. ده البيتي فور بعد ما خبزته، شايفين لونه يعني يا دوب واخد بس لون، ومن تحت كده حلو جدا. انا بحبش ان هو يبقى من بره لونه غامق، يفضل كده فاتح، بس الارضيه تكون واخده درجه حلوه كده. طبعا هسيبه بقى يبرد خالص، وبعد كده هنبدا بقى نحشيه ونزوقه بالشوكولاته والحاجات دي. بس دلوقتي انا هسيبه يهدى وهلمهم كلهم كده في صينيه واحده. إيه، عايزه اوريكم بقى البيتي فور. انا خلاص كده لزقتهم في بعض. عملت حشوه مربى مشمش ونوتيلا، وعملت كمان باللوتس. هبدا كده بقى هجيب الاثنين، مثلا اللي بالنوتيلا هنزله كده في الشوكولاته. دي شوكولاته دريم عاديه خالص، انا مسيحاها في الميكروويف يعني، واللي عايز يسيح في حمام ميه اوكي. وهنزلها كده في بندق مكسرات، شايفين جمالها. وعايزة اعمل اللي بالمربى، هحطه في شوكولاتة بيضة برضو دريم، تغطسوها بقى للنص يعني زي ما انتوا بتحبوا. بس شوية كده توقع بس الشوكولاتة زيادة. هنزلها كده في جوز الهند. طبعا تقدروا تعملوا كل اللي انتوا يعني حابينه، وانا اختي يعني ايه قالت لي هنحشي لوتس وهنحط عليه فستق، فيعني بص ده اختراعها، واعتقد بيتي فور مش موجود في حته اصلا. هحط كده في الوايت شوكليت. نزود بس عشان يلزق عليها فستق.
بعدين هنزلها كده في الفستق، شكلها عايزه اقول لكم حلو جدا بالفستق، فستق جمال. هكمل بقى الكميه واوريكم كده شكلهم جنب بعض هيطلع شكله ايه. انا بس حبيت اوريكم هزوقهم ازاي. إيه، هبدأ اول حاجة علشان اعمل كيلو دقيق هحط كوبايتين الربع إيه زبدة او سمنة زي ما بتحبوا، بس انا حابة ان انا يعني البسكوت والبيتي فور وكده يبقى بزبدة. حطيت كوبايتين الربع زبدة، هضربهم بس ضربة بسيطة خالص علشان يفكوا. طبعا انا هستخدم كيلو دقيق ونخلاه وعليهم هحط كوباية ونص من السكر الباودر المنخول، برضو لازم نتأكد ان مفيش اي تكتلات فيه. انا بس عايزة انزل الزبدة كلها كده. يبقى الكيلو دي حطيت كوبايتين الا ربع زبدة وكوباية ونص سكر بودر، وعندي اربع بيضات. هبدأ انزل بيضة بيضة مش كلهم. هقفل بس العجان كده وانزلهم. هبدأ بقى انزل البيض بس يعني مش كله، هنزل بيضة تختفي انزل التانية. معلش انا نسيت اقولكوا ان انا غيرت المضرب بتاع العجانه للكف ده علشان يبقى اسهل في خلط البيض. بس اول بيضه اتشربت هحط الثانيه، بس هخلص الاربع بيضات بنفس الشكل ده وهحط معاهم الفانيليا. عايزه اقولكوا بصوا اتضربت بقت حلوه جدا والبيض اتشرب. هبدأ بقى انزل الدقيق، والدقيق عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا مش حابة اكتر لان هو طبعا بسكوت نشادر فعشان ما يكبرش ورسمته تضيع كده في الخبز يعني. ورشة صغيرة من الملح، طبعا مش كتير لان احنا يعني المفروض ان احنا يعني مش بنعمله حادق يعني. هقلبهم بس مع بعض وابدأ بقى انزلهم كده في العجان، واخر خطوة هيبقى اللبن والنشادر مع بعض. هبدأ كده انزل شوية. هشغل طبعا على حاجة قليلة علشان الدقيق ما يطرش قوي. هبدأ بقى عندي هنا ربع كوباية لبن دافي ومعلقة كبيرة مسطحة نشادر، ما تكتروش النشادر يعني، دي كده كفاية قوي على الكيلو. هحطهم كده واقلب بس. شايفين هو يبدأ يفور كده، كده يبقى النشادر شغالة وكويسة وان شاء الله هيطلع البسكوت حلو جدا. ندوبها بس كويس وهدي عجنة بسيطة خالص برضو، انا مش عايزة يعني اكون بعجن كتير. انا هعمل برضو لفة صغيرة بس يلموا على بعض وهيبقى كده جاهز ان شاء الله للتشكيل. اهم حاجة في نجاح البسكوت والكحك ان احنا نجيب دقيق يكون صح. انا بحب ده وده مكتوب عليه للكحك والبسكوت، او تجيبوا الضحى برضو بيبقى حلو. وطبعا نوع برضو السكر الباودر اللي انا حطيته، لان في ساعات بيبقى سكر فيه يعني نشا او كده، فانا برضو كنت جايبة سكر باودر الضحى. عايزة اوريكم بقى التيبل اللي هنشتغل بيها. من ناحية كده في يعني رسمة ومن ناحية سادة كده، اعتقد واضح علشان تطلع البسكوتة كده منقوشة يعني وشكلها حلو. وطبعا كيس الحلواني ده انا هعمله بالقمع مش بمكنة، عشان دايما دي متوفرة في البيت يعني اكتر، وعند كل مستلزمات الحلواني ومش غير بقى كده نشكلهم. ومسخنة طبعا الفرن على 160 او 170 على حسب بقى الفرن بتاعكو، وعلى الرف اللي في النص.
نبدأ بقى نشكلها كده وهوريكوا شكلهم في الآخر. شايفين تشكيله سهل قوي، وطبعا بقى كل حد يعمل الطول اللي هو عايزه، احنا مش بنحبه طويل قوي، فيعني قلنا الطول ده مناسب. اللي يحب اي شكل تاني يعرف يعمله، ممكن تطولوه سنة هيبقى حلو، بس ما تطولوهوش قوي برضو عشان يعني يطلع شكله حلو وما بقاش بيتكسر برضو، ويبقى شكله ان شاء الله كده كله حلو زي اللي بنجيبه من بره. شايفين بقى شكله طالع، بصوا شكله تحفة قوي. هدخله بقى الفرن وهكمل كده بقية الصواني. اهم حاجة لما تخبزوه ما تحركوهوش من الصينية بعد ما يستوي عشان ما يتكسرش، نسيبه كده لغاية ما يبرد خالص في الصينية بتاعته. يلا هخلصهم بقى كده ووريكم ان شاء الله شكله في الاخر. عايزة اوريكم البيتي فور بعد ما خلص. شايفين اشكاله طلعت حلوة جدا، ودول ما لزقتهمش، يعني دول واحدة بس وغطيتها بالشوكولاتة كده وقعدت اعمل بقى اشكال، فحلو جدا. وطريقته بقى سهلة، ان هو جاهز اصلا، فيعني مجرد حطينا عليه زبدة وشوية حاجات بسيطة، بجد تحفة وزي الجاهز. وعايزة اوريكم بقى البسكوت. شايفين انا عملته، يعني بصوا طالع يجنن، بسم الله ما شاء الله بجد. وانا اديت بقى حاجات لون شوية وحاجات تانية طلعتها افتح، يعني شايفين. طبعا بقى كل واحد على حسب بيحب البسكوت ازاي، يعني محمر قوي او عادي، وكله طالع مقرمش وطالع تحفة وما نفخش كتير في الفرن. فعايزة اقول لكم بجد جربوه هيعجبكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، ويبقى عيد سعيد علينا وعليكم يا رب كده وعلى الأمة الإسلامية كلها. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.